مستشفى دريال في مدينة بوهولة، ومعنا الفلوس، ونحن نريد أن نوزع إلى 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 المصابين المرض الإسهال المائي، ونشكر لإخواننا المساعدين في دمام وأهل خبر أخوات الأندلس في دمام بواسطة علي ديري جماديد. نحن نشكره ونقول لهم جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، وندعو لمساهمة لإخوانهم المصابين للمرض للأمراض والجفاف والقحط. نحن نقول جزاكم الله خيرا، خير الجزاء، وجعل الجنة مثواكم، وكثر الله أموالكم، وعوض الله بما خير فيها. والآن نوزع إن شاء الله الثمن.